كتيرة قوي بتغفل المخاطر او المشاكل الصحية اللي جاية من ورا السمنة. جراحة السمنة ما تنفعش فوق سن 60 سنة وما تنفعش اقل من 18 سنة. اللي بيحكمنا اول حاجة حالة المريض الجسماني. دايما دور على اصل المشكلة وما تمسكش في الفرعيات وما تضحكش على نفسك. فكرة ان نزول الوزن في حد ذاته هو اللي بيوصلني لتحسين السكر. الأستاذ الدكتور أحمد نبيل الحوفي، استشاري جراحات السمنة المفرطة والسكر، مدرس الجراحة العامة وجراحات المناظير والأورام وجراحات السمنة المفرطة، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة المفرطة والسكر IFSO، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر والمناظير. أهلا بكم. هل كل عائلة عندها مرض أو مريض سمنة مفرطة مدركة لحجم المخاطر اللي بينتظرها هذا الرجل أو هذه الفتاة؟ الناس اللي عندهم 160 و170 أو أكتر من الكيلوغرامات مدركين المشاكل اللي مستنياهم أو ربما تكون محيقة بهم أو محيطة بهم؟ كتير من العائلات مش مدركة، لأنه أنا في رأيي انه مرض السمنة هو المصاب بيه واحد، لكن هو مرض عائلي. يعني ايه مرض عائلي؟ يعني مريض او مريضة عندهم سمنة مفرطة، العيلة كلها متورطين مع هذا المريض، متورطين في انهم هم قد يكونوا مسببين للسمنة المفرطة في هذا الولد او هذه البنت. السبب الست عمالة تعمل اكل وولادها عمالين ياكلوا وتأكلهم، مقتنع ان ده نوع من انواع الحنية، او جوزها عمال ياكل ويسمن معتقدة ان الطريق الى قلب جوزك معدته، بالاضافة لانهم هيعانوا مع المريض دوت لحظات الاكتئاب والحزن والخوف والمرض، لحظات الديكابستيشن او عدم القدرة عدم القدرة انكابستيشن، عدم القدرة على العمل، ان انا مش قادر اروح اشتغل، ان انا بروح اشتغل وارفض، ان البنت جالها عريس وبعدين يجي يشوفها مشي، فالعيلة كلها اكتئبت والبنت اكتئبت. الكلام ده مهم جدا، عشان كده بقول دايما ان مرض السمنة المفرطة مرض عائلي، على العيلة كلها انها تترابط عشان تفهمه، وعلى العيلة كلها انها تترابط عشان تحله، وما ينفعش يبقى الحلول موجودة والمريض مش قدامه غير هذه الحلول، والعيلة بقى هي اللي تعيقه على انه ينفذ هذه الحلول، تبقاش عامل ايجابي تبقى عامل سلبي. النهارده لقاء مهم ومثير، وهياخد هذا المضمون اكيد في طيات الكلام مع ضيف عزيز عليا، اساسا بعجب جدا بطريقه سرده المعلومات الرائع جدا لعلم دقيق، بعجب جدا بانتظامه على زي ما بيقولوا الصراط القويم للعلم الدقيق في عالم بدأت التجاوزات للأسف تطال في الحوار وأكيد في التنفيذ. ضيف العزيز والقيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ دكتور أحمد نبيل الحوفي، أهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. منور حضرتك. قبل ما ندخل في الحوار، هل مرض السمنة كما وصفته مرض عائلي؟ مرض العيلة كلها بتتطور؟ طبعا مرض عائلي. دايما مشكلة مريض السمنة ما بتبقاش مشكلته هو لوحده، بتبقى مشكلة بتحيط بيه بكل أفراد العيلة. لو بنت زي ما حضرتك تفضلت كده بتبقى عندها مشاكل في الجواز، مشاكل في حياتها الاجتماعية. معظم مرضى السمنة بيعانوا من اكتئاب مرضي مزمن، معظمهم بتبقى عندهم مشاكل في شغلهم، في طريقة عملهم، في المواصلات، في الحركة، فطبعا لا، هي مشكلة كبيرة جدا، وللأسف كل اللي بحوالين المريض دايما بيعانوا، يعني كلهم بيحاولوا بصورة أو بأخرى إنهم يخففوا عليه المعاناة اللي هو فيها، ومع ذلك يعني ما بيقدروش. هو على فكره يعني كل مرض يمكن تخفيف معاناته الا مرض السمنه. بالظبط. يعني وامراض الخطيره جدا، لكن مثلا مريض عنده ضغط بيخفف عنه، مريض عنده قرحه معده بياخد الدواء ماشي الدنيا بتمشي معاه، مريض عنده السكر ممكن ما حدش يدرى انه عنده سكر ويكون مظبط نفسه كويس. مريض السمنه ما هو ده مرض داخلي ظاهري خارجي باين واضح يشغل حيز كبير جدا من الحياه. صح كده؟ بالظبط. طب تعالى نروح للابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ لكل عالم قطبيه، كوره، ريال مدريد برشلونه، الاهلي والزمالك، انتوا
تكميم المعدة وتحويل المسار، هما دول دلوقتي قطبي جراحات السمنة، صح كده؟ أبيض ولا أسود؟ أبيض طبعا. إيه بقى؟ طيب جراحات السمنة هي جراحات كتيرة قوي، يمكن المعلومة عنها زي ما حضرتك قلت إن دول القطبين فعلا بتوعهم هي جراحة تكميم المعدة وجراحة تحويل المسار. إنما في حقيقة الأمر لا، طبعا في جراحات كتيرة قوي، في حاجات قديمة وفي حاجات استحدثت وفي حاجات عينين كتير قوي ما يعرفوش عنها، وفي عمليات جديدة لسه محل دراسة. إنما أكتر عمليتين واخدين رواج ويعني وأثبتوا تواجدهم على أرض الواقع وأثبتوا نتائج بما لا داعي مجال للشك إن هم من أقوى الجراحات، هم طبعا جراحة تكميم المعدة وتحويل المسار. لو حبينا يعني نذكر بعض الجراحات اللي يمكن الناس ما عندهاش خلفيه عنها، حاجه زي السادي او CSA او في البليومانكرياتيك دايفرجن، او طبعا تحويل مسار الكلاسيكي يمكن الناس ما بقتش فاميليار ليه، غير طبعا الجراحات اللي ما بقيناش بنعملها دلوقتي او اللي بتجرم دلوقتي زي التدبيس وزي حزام المعده وكتير قوي من الجراحات. هو التدبيس بيجرم، حزام لسه يعني هو مش بيجرم بس زي ما نقول يعني متهم لان هو واخد نفس فكره التدبيس شبه مجرد وما بيعملش يعني ما بيجيديش نتيجه كويسه. انا متفق معاك، انا بس في التسميه يعني يمكن احنا الى حد ما بنتعامل ان هو خلاص يعني حاجه الى زوال يعني. وده طبيعي يعني، الله اعلم بعد 100 سنه هيبقى الوضع عامل ازاي، او يعني بعد كده هتبقى الجراحات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي هي احسن حاجه، هيبقى وضعها ايه بعد كده. بس في الوقت الحالي اقوى جراحتين ليهم رواج وليهم نتائج يعني مذكوره في الابحاث العلميه ومثبته هي جراحة تكميم معدة وجراحة تحويل مسار. جراحة تكميم المعدة او يعني عشان برضو نبقى منصفين لازم نبقى اي مريض يبقى عارف ان جراحات السمنة دي قايمة على حاجة من اتنين، اما ان احنا بنعمل جراحة تقلل كمية الاكل فدي بنقول عليها ريستريكتيف سيرجري ودي زي جراحة تكميم المعدة، او جراحة بنعتمد فيها على ان احنا نعمل ريستريكشن لكمية الاكل او نقلل كمية الاكل وكمان نأثر على الامتصاص، ودي بقى اللي بينطبق تحتيها تحويل مسار ومصغر والكلاسيكي. كل جراحة من دول ليها طبعا الانديكيشن بتاعتها، امتى نقدر نستخدم دي، امتى ما ينفعش نعمل دي ونعمل دي، كل حاجة طبعا ليها يعني محلها اللي يذكر فيه. تلتزمون او عندكم مقولة بتعتزوا بيها الان هي انه عملية تحويل المسار هي المقياس او المعيار الذهبي لجراحات السن. معرفش كلمة معيار ذهبي دي انتوا بتحبوها قوي، هي كلمة حلوة بس عايز افهمها منك، ليه اشمعنى المعيار الذهبي؟ ابيض الكلام ولا اسود ولا لا؟ ابيض طبعا. ابيض. طيب ليه هي المعيار الذهبي؟ خلينا يعني نرجع كده مع يعني بذكريات شويه ونشوف تاريخ يعني عمليه تحويل المسار والمصغر دي كانت ازاي. من يعني من قديم الازل، واحنا او يعني مش هنقول من قديم الازل، من الخمسينات القرن الماضي، وفي كان في حاجه اسمها جراحه تحويل المسار الكلاسيكي، ودي كانت عمليه قايمه على فكره ان احنا نعمل جيب صغير من المعده وبعدين بنعمل وصلات ما بين الامعاء وما بين الجيب المعدي ده بحيث ان احنا ندي نقدر فرصه للمريض ان هو يخس. بعدين ظهرت جراحه تكميم المعده واللي كانت قايمه ان احنا نعمل جيب طولي من المعده ونقدر عن طريقه ان احنا ننزل وزن المريض. طيب ايه بقى الجديد في تحويل المسار المصغر؟ تحويل المسار المصغر هو عمليه تقنيا اسهل بكتير من التحويل المسار الكلاسيكي، يعني زي ما احنا كنا شايفين كده في التوضيح، تحويل المسار الكلاسيكي ده عباره عن جيب وبعدين نعمل وسطه بعد الاثنى عشر بمتر وبعدين ناخد الجزء اللي تحت نوصله، غير تحويل المسار المصغر. تحويل المسار المصغر عمليه ابسط، بنعتمد فيها ان احنا بنعمل جيب طولي، وكلمه جيب طولي دي نحط تحتها 100 خط. ليه؟ لان هي فكرتها قايمه على ان الجيب يبقى مش جيب صغير زي التحويل الكلاسيكي، لا ده جيب طولي نازل تقريبا لحد نهايه المعده. وده بيفرق معانا في ايه؟ بيفرق معانا في ان احنا كان دايما يعني يعاب على تحويل المسار المصغر ان هو المرضى اكثر عرضه ان يحصل لهم ارتجاع و الجيب الطولي ده بقى مشته في كده ان هو يقلل قصه الارتجاع دي. الحاجه الثانيه ان احنا زي ما احنا شايفين كده التحويل المسار الكلاسيكي عباره عن وصله بين المعده والامعاء، وصله ثانيه بين الامعاء والامعاء تحت. التحويل المسار المصغر لا، ده هي وصله واحده. الميزه بقى الثانيه والجميله واللي خلتنا يعني نبص لعمليه تحويل المسار المصغر، لو حبينا نثبت الصوره، شغل الهرمونات اللي بيحصل على العمليه دي. اكتشفنا مع الوقت ان الجهاز الهضمي ده عباره عن غده وبيفرز مجموعه من الهرمونات واللي ليها تاثير يعني قوي جدا خصوصا لمرضى السكر. لقينا ان في مجموعه من الهرمونات زي الانكريتينز والديكريتينز، دي مجموعه من الهرمونات بتطلع من جدار الامعاء، في جزء منها بيطلع من بدايه الامعاء وفي جزء بيطلع من اخرها. المجموعتين دول عكس بعض. وظيفتهم ايه؟ ان هم بيتحكموا في تاثير الانسولين على الانسجه وكمان افراز البنكرياس للانسولين. لقينا ان كل العيانين بيعملوا جراحات سمنه مفرطه لما بنيجي نعمل لهم تحويل مسار مصغر، لقينا الانكريتينز دي بتزيد اللي هي زي
الجي ال بي والبيبتايد واي واي والجروت والجي اي بي. والهرمونات دي بقى من حلاوتها او من الحاجه الجميله اللي فيها ان هي بتروح للبنكرياس، تروح للبيتا سيلز اللي هي بتصنع خلايا الانسولين، تروح منشطاها فتطلع علينا يعني كميه مقبوله من الانسولين. وده بالذات عند مرضى اللي هم السكر من النوع التاني كان دايما عندهم مشكله ان الخلايا ما بتقاوم الانسولين وفي نفس الوقت الانسولين طالع مش كافي. فاحنا هنستفيد حاجتين هنا، ان الانسولين هنقدر نصلحه، هنعمل هايبربليزيا، هنزود الخلايا اللي بتصنع الانسولين، ده من ناحيه. وهنروح للخلايا اللي رافضه انها تتقبل الانسولين بصوره او باخرى، بنقول لها لا يعني افتحي بقى اللوك اللي على الخليه نفسها وتقبلي الانسولين عشان تبتدي تتعامل مع الجلوكوز اللي في الدم. وبالتالي هي ما بقتش عمليه سرها في انها تنزل وزن بس، لا ده بقت بتنزل وزن، بتصلح سكر من النوع الثاني. وطبعا انا هيك بقى عن ان كل مرضى السمنه المفرطه مجرد ما بيتحسن الوزن عندهم بيتحسن الضغط والمشاكل الصحيه اللي عندهم. فبالتالي هي لا هي عمليه طبعا يعني بتهالي دي من احسن او يعني من افضل الاختراعات اللي تمت في جراحات السمنه على مدار ال 20 سنه الاخيره. طيب السؤال الجاي في كلمه أأمن. وأأمن افعل تفضيل باللغه العربيه، يعني الأأمن هو الاكثر امانا، يعني اكثر حاجه مؤمن. فلما اقول لك ايه، يقال انه عمليه تكميم المعده هي أأمن عمليه من عمليات جراحه السمنه، مضاعفاتها قليله جدا بالمقارنه بالاخرين. طيب يعني الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ رمادي ازاي؟ اقول لحضرتك لو هنحسبها يعني، او خلينا الاول لو هنرجع للابحاث العلميه، كل جراحات السمنه تقريبا نسب المخاطر فيها تكاد تكون متساويه بالارقام، يعني ارقام العينين اللي اتعملت انترناشونالي نسب النجاح بتاعت العمليه توصل ل 98 ل 99%. انما لو هنتكلم على التقنيه نفسها، ممكن تكون جراحه تكميم المعده هي مش امن قد ما هي اسهل جراحات السمنه. اسهلها تقنيا، عمليه ما بتاخدش وقت، بتاخد حوالي نص ساعه ساعه الا ربع، عمليه بسيطه جدا، بنخش في فتحات بالمنظار، نستأصل جزء من المعده ويبقى عندنا انبوب طولي وكلام ده. تحويل المسار المصغر ظاهريا كده نقول انها فيها فنيات اكتر او كده، بس لو حضرتك بتسالني رايي الشخصي، لا تحويل المسار انا اعتبره ان هو جراحه امن كمان من تكميم. ليه بنقول الحته دي؟ اقول لحضرتك ليه. احنا في التشريح بتاع المعده ربنا خلينا في عضله في نهايه المعده حاجه اسمها البايوريك سفنكتر، دي عضله موجوده في مخرج المعده، هي اللي بتتحكم في ان لما المعده تجمع الاكل العضله دي تبقى تفتح عشان تعدي الاكل. طول المعده فاضيه هي مقفوله بتحاول تجمع الاكل لحد ما ينام. مريض تكميم المعده عنده العضله دي بيعدي عليها اكل، وبالتالي الجيب اللي بتكون المعده ده بيبقى يعني نهايته هو العضله دي، بالتالي لو مريض كل اي كميه اكل قليله بيبقى الضغط بيزيد جوه الجيب اللي بنعمله جوه المعده دي. بنقول عليها هاي بريشر باوتش، يعني الضغط او تركيز الضغط جوه الجيب اللي بيتعمل ده عالي جدا. طيب تحويل المسار المصغر ما فيهوش الكلام ده، تحويل المسار المصغر احنا بنعمل جيب من المعده بس بنوصله بالامعاء. طيب ايه اللي استفدنا هنا؟ هنا لا الضغط مش عادي لان الاكل بينزل مباشره من المعده للامعاء. فلو احنا بنتكلم على مخاطر تسريب و الريسك يعني لو هنحسبها بقى يعني بالفسيولوجي او بالمنطق، لا المفروض الريسك يبقى اقل اكتر كمان في التحويل المسار. انما تاني برضو بنقول جراحه تكميم المعده هي عمليه تقنيا اسهل، وبالتالي فيعني مع واكثر رواجا، فيمكن المرضى او الناس واخدين طبعا عنها عشان هي اكثر رواجا فهي اكثر من، بس برضو نرجع ونقول حاجه ان في الاول وفي الاخر جراحات السمنه احنا بنتكلم في نسب نجاح بنوصل ل 98%، مفيش حاجه في الطب بتوصل ل 98%، يعني احنا نقول جراحه بتوصل للامان فيها 98% دي طبعا لازم تبقى جراحه، بس بشرط ان اللي يعملها يكون محترفين. دي طبعا ما فيهاش شك. يعني ما هو الجراحه ليها شروط تتعمل بمقاييسها، بمقاييس الاحتراف من ناحيه الاداء، هي ثلاث حاجات. اختيار عمليه صح، ده ما بين الدكتور والعيان، جراح كومبتنت واثق من نفسه في المتمرس بيعرف يعني مش اللي هو هاوي او بيجرب حاله كل فتره كل ده وظيفته وكاريره كل شغله سمنه بالظبط. والحاجات بقى المصاحبه، قالت يعني تبقى على مستوى تجهيز العمليات، تجهيز المناظير، تيم التخدير اللي معانا يبقى قوي، يعني الحاجات المصاحبه للجراح. لو اطمنا على الثلاث منود دي طبعا بعد ربنا ان شاء الله بنقول للمرضى انت بتعمل جراحه امنه ان شاء الله بتوصل لنسبه 99%. طيب مواصفات مريض جراحه تحويل المسار يختلف عن مواصفات مريض تكميم المعده، الكلام ده ابيض ولا اسود؟ طبعا ابيض. ليه؟ كل جراحات السمنه هي الهدف فيها في النهايه انها تنزل وزن المريض، بس احنا بيحكمنا حبه الاعتبارات، بمعنى
دايما اي مريض بيجي لي هذا اول ما قبل ما بعرف اسمه بساله ثلاث حاجات. قبل ما نختار جراحه العمليه بتاعتك دي هسالك ثلاث اسئله. انت عندك سكر من النوع الثاني ولا لا؟ عندك ارتجاع في المريء ولا لا؟ عندك شرايين للسكريات ولا لا؟ وطبعا بالاضافه انت الرينج بتاع الوزن بتاعك. مريض عنده وزنه زايد بنسبه مثلا 130 140 كيلو ده يعني ينفع يتعالج جراحه تكميم. مريض بقى وزنه 200 و250 وكده لا احب ان انا اعمله تحويل مسار. ليه؟ لان احنا بنتكلم في عمليه هتاثر على كميه الاكل وهتاثر على كميه الامتصاص. فبالتالي اللي اوزانهم عاليه جدا لا نزقهم اكتر ناحيه تحويل المسار. تاني حاجه لو مريض عنده شرايين للسكريات احنا اتفقنا ان تكميم المعده عمليه معتمده على تقليل كميه الاكل. طب افترضنا جدلا ان المريض عنده شرايين للسكريات، طب ما انا لو اكلته شوكولاتات وحاجات فيها سكريات عاليه هياخد سعرات حراريه عاليه جدا ها، وفي نفس الوقت ممكن ياخد كميه اكل قليله جدا. فبالتالي تكميم المعده ما يصلحش للمريض عنده شرايين للسكريات. وعشان كده دايما اي مريض عنده شرايين للسكريات نقول له لا استوب عندك، احنا الصح نعمل تعويض مسار. طيب المريض اللي عنده ارتجاع في المريء زي ما قلنا قبل كده العضله اللي في نهايه المعده اللي قافلها بيزودها الضغط جوه المعده، لو هو المريض عنده ارتجاع في المريء يعني مدخل المعده نفسه العضله الحاجه والحاجز ما بتقفلش عليه كويس، اقل كميه اكل هيتحوشوا جوه المعده هيحصل لهم ارتجاع في المريء. ده في مريض التكميم. انما في التحويل لا، احنا اتفقنا ان الاكل بينزل بسلاسه وبسهوله من غير ما يبقى فيه اي بريشر عالي جوه، وبالتالي مريض اللي عنده ارتجاع في المريء لا نزقه اكتر ناحيه تحويل المسار المسار. اخر حاجه مرضى اللي عندهم سكر من النوع الثاني، طبعا ده حاجه بقى يعني ما بقاش فيها اي شك دلوقتي خلاص الموضوع ده انترناشونالي معترف بيه في امريكا خلاص يعني اتحطت من الجايد لاينز علاج المرضى بتوع السكر من النوع الثاني عن طريق تحويل المسار المصغر. ما بقاش في اي منطق دلوقتي يجي لي مريض عنده سن مفروض عنده سكر من النوع الثاني يقول له لا روح اعمل تكميم. ما انا عندي عمليه هتضيع لك السكر اللي انت قاعد بتاخد له قراص او ادويه او بقى لك 3 4 سنين هنخفيه خالص وهتبقى بنتكلم في نسبه توصل يعني ارقام محترمه يعني فوق ال 80 وفوق ال 90%. ما ينفعش يبقى انا عندي حل سحري للسكر ودي عشان كده كنا دايما بنقول على التحويل المصغر ان هو المعيار الذهبي زي ما بيقولوا، ان ما يبقاش عندي يا ربنا اداني نعمه واجي انا زي ما بيقولوا ايه افرصها واروح لحاجه ثانيه على امل انها هتنزل الوقت وان العمليه يعني تنزل الوزن وانها عمليه خفيفه وان انا شايف انها مش هاخد فيتامينات والكلام ده. لا طبعا ده اختيار يبقى خاطئ. عظيم. هذهب معك الى الجزء الثاني، جزء مهم جدا. واول سؤال في الجزء الثاني على فكره سؤال حلو. بيتعلق وراء برضه ساعات اعتقاد المريض بيبقى اتهام. ساعات المريض يفكر بحاجه يعطل نفسه او يوهم نفسه بشيء هو نفسه يبقى متهم. فخلينا نشوف في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ المريض بقى المعتقد انه عمليه تحويل المسار دي عملية للحالات القوية جدا بس، حالات الحرجة، السمنة العنيفة قوي قوي يعني بس. فلما تيجي مثلا الواحد مريض يجي لك عنده 120 كيلو او 110 كيلو يقول لك انا عايز اعمل عملية بس العملية بتاعتي بس مش بتاعتي يعني. الناس دي بتفكر صح يعني متهم ولا جاني ولا بريء؟ يعني بلاش تقول عليه متهم وجاني، هو يعني مش فاهم. هو مش فاهم. مش فاهم. هو بريء حلو يعني بس براءة يعني طيب. يعني اقول لحضرتك على حاجه. للاسف احنا جراحات السمنه هنا في مصر داخله دلوقتي تقريبا على 30 سنه. للاسف مجتمعنا الى حد ما بيربط الوضع الحالي بنتائج ما سبق. اي حاجه في الدنيا ليها رتم تطور طبيعي. اي حاجه في الدنيا جراحات سمنه اي هنقول ايه التقدم العلمي نفسه مر بمراحل كان فيها دروبات وكان في ناس بتقع وكان في ناس مشاكل بيحصل لها والكلام ده. انما في الاخر بنوصل لحاجه ستاندرد كل الناس بتبقى متفقه عليها، كل الناس بتبقى مؤمنه بيها، كل الناس شايفه نتائجها عامله ازاي. كان زمان دي حاجه يعني هيستوريكال شويه كان لسه خبرات الناس يعني او لسه بيتعرفوا على جراحات السمنه، ما كانش فيه التكنولوجيا العاليه بتاع دلوقتي، ما كانش فيه المناظير، كان كل الجراحات فتح، كان حتى ايفن الناس طبعا هم مشكورين على المجهود اللي عملوه خلال 30 او 40 سنه بس في وقت ما كانش فيه اي معلومه او اي كل زمن له صوته كل زمن وليه صوته. فكان دايما يعني كان الشائع عن جراحات السمنه ان مريض السمنه ممكن يخش في مضاعفات والكلام ده احنا بنتكلم من 30 40 سنه، دلوقتي حضرتك بتتكلم في نسب مضاعفات بتوصل ل 1-2%، ودي حاجه زي ما قلنا ده رقم يعني خرافي في الطب، مفيش حاجه اسمها كده. يعني اي جراحه في الدنيا بيقول للمريض انت هتعمل مرارة ممكن تحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، هتعمل مثلا زي ده هيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. جراحات السمنه بنقول للعيان مخاطر كذا وما بنشوفهاش.
لا الدنيا اتغيرت. فقصه ان المريض يبقى كل ذهنه مرتبط بان عمليه تحويل المسار، لا دي عمليه تخوف، لا ده انا هيجي لي مش عارف ايه، لا ده انا هرجع، لا ده انا ههبط، لا ده انا هدوخ، لا ده انا هقعد طول عمري ماشي على فيتامينات، لا كده. كل دي اعتقادات خاطئه. ودايما يعني بيبقى دايما المريض يعني اي مريض بيجي في العياده بتبقى دايما حالته تلاقي عنده كده هواجس ويعني يعني ظنون هو للاسف وصل لها، يعني يمكن احنا نكون بصوره او باخرى مسؤولين عنها نظرا لبعض الممارسات الخاطئه من بعض، ان بيحاول يوصل معلومات خاطئه او كده. بس في على ارض الواقع لا طبعا دي جراحات امنه 100%، نتائجها مضمونه. مش هنقول كلمه 100% لان 100% دي يعني الكمال لله وحده، ان بنتكلم نسب نجاح عاليه جدا، بل على العكس جراحه تحويل المسار دي فعلا من احلى واجمل الجراحات اللي فعلا عملت طفره في جراحات السمنه، بصرف النظر بقى ان التكميم ممكن يكون اكثر شيوعا لان الناس فاميليار دي او الناس يعني شافت نتائجه او كده، بس لا جراحه تحويل المسار دي طبعا جراحه رائعه. طيب دايما عدوك اللدود هو الغرور. بالظبط. والغرور عدو سيء جدا، لان هو عدو يحبك او انت تحبه وفي الفه بينكم وبين بعض. ما هو انت ما بتكون مغرور فرحان بغروره، بس فرحان يعني هو بيشجعك وانت بتشجعه والدنيا ماشيه حلوه يعني. فهو عدو ابن لذين، عدو غريب يعني. اكيد انا شايف كلمه بقت متلازمه مع الغرور اسمها الخبره دلوقتي. بس طبعا الخبره كلمه حلوه قوي يعني، شتان بين كلمه شيك وجميله ورائعه وليها ثمن وبين كلمه سيئه السمع زي الغرور. الخبره يعني الغرور. بس في ناس ممكن قوي يتغر في خبرته، يتغر في خبرته فيقول لك انا خبرتي هي الاساس والاجهزه مش لازم، مش شرط يعني تقول لي لا مش عارف ايه وده يبقى متهم تماما. متهم بالظبط. خلينا احنا اتفقنا من شويه قلنا ايه، ان اي جراحه امنه عشان تمشي صح طبعا كمال لله وحده ليها حاجات ثوابت، ثوابت شق منها هو خبره الجراح او خبره اللي بيعمل الجراحه نفسها. انما ستيل انت لو ما عندكش المعطيات اللي تشغلك يعني بالبلدي كده زي اللي ايه قالوا له ازرع ارض، فهو شايف ان هو عمل نظريات في الزراعه بس معهوش الفاس اللي يزرع بيه، هيقدر يزرع؟ مش هيقدر يزرع. هي نفس القصه، كل حاجه في الدنيا ليها تولز، والتولز دي او يعني الادوات بتاعتها لو يعني مش من الكفاءه انها تقدر تدينا النتيجه الصح يبقى احنا بنضحك على نفسنا. وتاني مفيش جراحه سمنه هتنجح الا بالثلاث عوامل اللي احنا قلناهم، جراح متمرس وعنده خبره، امكانيات تسمح باجراء الجراحه، مريض متعاون واختار عمليه صح وبيكمل على اللي احنا بنقوله بعد كده صح. لو اي حاجه من دول بقت ديفكتيف لا خبره هتنفع ولا راي مريض هينفع ولا ادوات لوحدها هتنفع. لو دول ما اجتمعوش احنا كده بنحكم على الجراحه دي بفشل. خلينا نروح بقى للوهم والايه واليقين. وهم شك ام يقين؟ يمكن في حالة ارتجاع المريء إجراء جراحة تكميم معزة، وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده وهم. وهم ما ينفعش خالص. ليه؟ نقول ليه ما ينفعش؟ احنا قلنا قبل كده إن في عضلة المخرج بتاع المعدة دي قافلة المعدة. طب احنا ببساطة كده واحد عنده ارتجاع في المريء، ارتجاع المريء ده عبارة عن إيه؟ إن هو عنده العضلة الفاصلة ما بين المريء والمعدة، يعني المفروض إن الجزء ده بيتحكم فيه عضلة الحجاب، الحاجة زي اللي بتقفله. لو انت كمريض زي ما شايفين كده الاكل وهو نازل، المنطقه اللي هو عندها الاكل بالظبط دي اللي هي المنطقه اللي واصله ما بين المريء، شايفين حضرتك العضله بتقفل فبتعدي الاكل. لو دي مريحه يبقى الضغط لو في اي ضغط بسيط جوه المعده هيخلي الاكل يطلع فوق. طب احنا متفقين من الاول ان عمليه تكميم المعده هي قايمه على ان احنا نعمل جيب مصغر الضغط فيه اوريدي عالي. طب لو الضغط عالي والعضله بتاعت المخرج بتاع المعده مقفوله الاكل بسهوله هيطلع بره. فلو انت عندك ارتجاع بنسبه مثلا 20 او 30% بعد تكميم المعده هيزيد هيبقى 80 90% يبقى احنا دخلناك عملناك عمليه خسستك في الوزن وكده، انما هتقعد بقى تشتكي من ترجيع وتعب وكان انت كمريض بتدور ليه على اللي يعذبك؟ يعني انت كمريض عندك ارتجاع في المريء، ما احنا نعمل لك تحويل مسار هتقدر تنزل في الوزن من غير ما تحس انك عايز ترجع وانك تعبان وان كل حاجه بتاكلها بترجعها. يعني ليه بقى تعمل عمليه تكميم ظنا منك ان انت يعني دي حاجه؟ يبقى القاعده بتقول طالما في ارتجاع في المريء يبقى العمليه المفضله او العمليه الصح يعني هي عمليه تحويل المسار. تمام. تحويل المسار بيخسس اسرع من تكميم المعده، وهم ولا شك ولا يقين؟ يعني مش هنقولها كده. لان اصل فكره نزول الوزن دي ليها معطيات كثيره قوي. بمعنى احنا في حاجات فسيولوجيه في المرضى نفسهم، يعني ايه؟ راجل يخس اكيد احسن من ست. ليه؟ ما عندوش التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل عند الست.
حد مسن بيخس ابطا بكتير من واحد شاب. الشاب ده بيتحرك زي ما تقول كريت او الحرق بتاعه احسن بكتير من واحد عنده سن كبير. نظريا تحويل المسار المفترض انها تنزل بصوره اقوى وانها تكون ادوم. ليه؟ لان احنا لعبنا في نقطتين، لعبنا في كميه الاكل ولعبنا في الامتصاص. بس تاني برضو في نقطه مهمه جدا، انا كوظيفتي كجراح ان انا اوصلك للوزن المثالي. يعني انت مثلا مريض وزنه 150 كيلو وطوله مثلا 170، عايز ينزل يبقى وزنه 70 كيلو، وظيفتي تقتضي عليا ان انا اعمل لك التدخل اللي يوصلك من 150 تنزل ل 70 كيلو. بس مش وظيفتي ان انا اقعد بحافظ لك على ده على طول. ما انت لو يعني قصدي السمنه دي شقين، شق هنا وشق هنا. لو انت انا صلحتك هنا وانت من هنا مش عايز يعني تخس، لو عملت لك اي جراحه في الدنيا مش هتنزل في الوزن. طيب كم سؤال سرعة واجابات سريعة، اوكي؟ المريض اللي هيعمل تكميم معدة لازم يكون عنده إرادة. يعني أنت بتقول أنت لازم يكون عندك إرادة، ده وهم ولا شك؟ لا طبعًا يقين، مع العلم إن إحنا الإرادة مش محتاجينها قوية قوي، لأن إحنا بنساعدك العملية نفسها بتساعدك بتقوي إرادتك قوي على إنك تنزل في الوزن. عملية تحويل المسار بتشفي السكر بنوعين، الاول والثاني بنسبه 100%. وهم طبعا، وهم جدا، يا بتشفي الثاني بس السكر من السكر الثاني يتحسن النوع الاول بصوره او باخرى، تحسن لو كان معاه سمنه. بالظبط. الحقيقه انت بتسعدني جدا لان اسلوبك دايما الواثق الهادئ المنظم. ربنا يبارك. الواثق الهادئ المنظم، ودي صفات في الجراح، يعني صفات نتمناها دائما، وما يقدرش يدخل الجراحة إلا اللي بيتصف بالثلاث حاجات دول. يقدر يعمل جراحة هادية، يريح جدا جدا مريضه، ويريح فريق العمل كله. اللي تعرف فريق العمل كله بيعمل. لا لا، ده شرف لينا وسعادة غامرة. ضيف العزيز الأستاذ دكتور أحمد نبيل الحوفي، طبعا يعني اسم متميز ويعني يد ماهرة في عالم جراحات السمنة. مهم جدا حواره ومرتب جدا، وللأسف كثير جدا من مرضى السمنة هي القصة الأخيرة دي المهمة قوي، بيتركوا نفسهم ويقعدوا بقى عبال ما نتخذ القرار، يقوم السمنة والسكر يعملوا مضاعفات. نتخذ القرار وتكون هذه المضاعفات في كلمة في الطب يا جماعة بنكرهها احنا كلنا، كلمة كده اللي عنده يعني اللي عنده شوية يعني في الإنجليزي هيلاقي كلمة irreversible. دي كلمة معناها بالعربي ما بيصلحش، لا يعود مرة أخرى، كلمة قاسية. ياه، نورت يا ضيف العزيز. أهلا وسهلا. أستاذ الدكتور أحمد نبيل الحوفي كان في الناس الحلوة، خليكم دايما من الناس الحلوة. الناس طموحاتها زادت، كل الناس حقها إنها تحلم إنها تكون بشكل أحلى. تعريف الحروق preventable illness، مرض يمكن منعه. تقدم مذهل في عالم التعامل مع الحروق. دور التجميل هو استعاده التناسق. ازاي نعمل وقايه وازاي نعمل علاج من الحروق المنزليه. 40% من الحروق المنزليه بتحصل في المطبخ، و40% من الحروق المنزليه بتحصل نتيجه التدخين. كارثه. فالجروح احنا بنشبه الجلد ده عامل زي الكتاب. الحرق اللي من الدرجه الاولى او الثانيه بتكون الاعصاب الطرفيه اللي موجوده في الجلد بقت اكسبوزد، مفيش بارير، مفيش حاجه، فتوضح. لو بتعالج حرق درجه اولى او الثانيه ممكن انا ما اعملش حاجه خالص، احافظ عليه نظيف يوم يخف لوحده بدون ما يسيب اثر. انا بحكم على الحرق جامد ولا بسيط من مساحه الجسم واخده قد ايه. تكلفه علاج الحرق غاليه. اوعى تبقى طماع. الفيلر ما يحبش الطمع. يعني ايه طماع؟ حصلت على نتيجه، الله جميله، ما الفيلر بيتشاف في ساعتها. فتطمع لما نزود سنه. زود سيدنا تقلب القصة من نتيجة جيدة جدا لنتيجة سيئة جدا. في ناس كتير قوي لحد دلوقتي في دماغها ان الفيلر هو شيء ليملى فراغ، يعمل كورة هنا، يعمل كورة هنا، ينفخ منطقة وننفخ بيه منطقة تانية. ده مفهوم خاطئ. ما بقيناش بنتكلم بس في ان انا حملة هنا وحملة هنا، لا، انا حرفع هنا وحرفع هنا، هعيد شوية بناء أنسجة بالفيلر على حسب ريشيوز.